ناس كتير لعبوا كورة وكانوا نجوم وأصحاب إنجازات. كابتن كاسو حبيبي يا كابتن أسامة، عامل ايه؟ وحشني كتير. ربنا يخليك يا حبيبي. وتروح على طول لحد امام يلعب على كاس وجو جول جو جول. في رد الجميل دايما رافعين شعار احترام التاريخ واصحاب التاريخ. خدني ورحنا لمين؟ للكابتن صالح. تعظيم سلام لكل واحد ساب علامه وترك بصمه. والله يا سامي انت رجعتني لسنين كبيره جدا جدا جدا. وحشني يا عبد الوهاب، دايما فاكرك يا صاحبي. يوم 31 اغسطس 2006 يا غالي مش هقول احلى غير الكلام الغالي. كابتن اكن قال لك اتنقل من الاهلي للزمالك بكام؟ اخد وزبة. اهلا كابتن عصامي، ازي حضرتك؟ اخبارك يا كابتن عصامي؟ حمدي يا حمدي يا ابو العيون السود يا حمدي. شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أمجاد الخلود. أنت دايما أنت دايما في الأمان. يعني أنت حضرتك أنت مدير كرة على نجوم كبار. في مبدأ واحد، العدل أساس الملك. شكرا للنادي الاهلي. فرحتونا كتير مهما عملنا قليل. هذا البرنامج برعايه جمعيه اكرام. رد الجميل يوميا في رمضان الساعه 5 مساء على قناه الاهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.